إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله أحب خلقه إليه وأشرفهم وأزكاهم وأتقاهم لله وأخشاهم لله، وجعل له من أمته ورثة يرثونه، فلا بد أن يسلكوا طريقه، ولا بد أن يحيوا سنته، ولا بد أن يسيروا على طريقه، فقد حملهم الله هذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنهم عليه، وجعلهم الموقعين عن رب العالمين، وجعلهم أمناء الله على وحيه. ومن المعلوم أن هذا الوحي هو أشرف ما على وجه الأرض، وأن الله لا يمكن أن يجعله بدار هوان، ولا يمكن أن يأتمن عليه المهلسين، وإنما يختار له أزكى أهل كل عصر فيأتمنهم عليه، ولا يمكن أن يخدعوه ولا أن يخفوا عنه ما لا يعلمه، فهو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، فلا يمكن أن يخفي عنه أحد شيئا، ولا يمكن أن تخفي عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره سبحانه وتعالى. فلذلك علم سبحانه وتعالى بسابق علمه أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل له ورثة من أمته هم العلماء الراسخون في العلم الربانيون، الذين علموا وعملوا بما علموا، فسلكوا طرق الأنبياء ونالوا حظا من ميراثهم. وميراث الأنبياء يتوهمه كثير من الناس في جانب الإيجاب لا في جانب السلب، وهذا غلط في التصور، فلا يمكن أن يرث الإنسان هذا الميراث في جانب التشريف إلا إذا ناله في جانب ذلك شيء من التكليف. ولهذا فما لقيه الأنبياء من الأذى لا بد أن يلقى منه ورثتهم، فهم ورثتهم في الجانبين، ولا بد أن يكونوا من الذين يبتلون على هذا الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقد أعلن الله ذلك في كتابه فقال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن فتة الله وابتلائه لرسله عليهم الصلاة والسلام أنه جعل لهم أعداء يعادونهم في الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك ورثتهم يجعل الله لهم أعداء من خلقه يعادونهم فيعلنون العداء لله، كما صح في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
فيعادون أولياء الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم الذين مقتهم الله جل جلاله فسلطهم على أنفسهم، لم يروا عدوا لهم على وجه الأرض إلا ورثة النبوة الذين حملوا هذا النور وأدوا هذه الأمانة، وهم يستحقون علينا تكريمهم وإجلالهم وتوقيرهم كما بين ذلك أهل العلم من قبلنا. ولكن الذين أعمى الله بصائرهم لا يرون هذا النور الساطع ولا هذا الوحي المبين، ولو سئل أحدهم عن هذا الذي يتكلم فيه من ورثة الأنبياء أن هو مساو له فإنه سيتلكأ، أما إذا كان صادقا فقيل له أنت أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم فلان الذي تتكلم فيه وتطعن فيه، لقال بل هو أعلم. ولو قيل له أنت أغير منه على دين الله وأكثر منه بذلا وتضحية أم هو أغير وأكثر بذلا وتضحية، لقال بل هو أكثر وأغير. ولو قيل له أنت أكثر منه تعبدا لله سبحانه وتعالى أم هو أكثر منك تعبدا، لقال بل هو أكثر تعبدا إن كان صادقا. ولكن الله طمس هذه البصائر وأعماها فسلطهم على أنفسهم، لا يضرون إلا هي ولا يضرون ورثة الأنبياء ولا نور هذا الوحي شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى تعهد بحماية هذا الوحي وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله له إنما هو في صدور أهله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فلذلك يختارهم الله سبحانه وتعالى مأوى لوحيه وكنفا لنوره، فيجعل هذه الآيات البينات في صدورهم وعلى ألسنتهم، يبلغون رسالات الله ويخشون الله جل جلاله ولا يخشون إلا الله، وأولئك هم ورثة الأنبياء حقا الذين ينالون نصيبهم مما ناله الأنبياء. فأنتم تعلمون أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد أوذي في الله أذى شديدا، فكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من مغفره في جبينه وجحشت ركبته وقتل أقاربه وأصحابه، وأوذي في عرضه وأوذي كذلك بقسمته، فلم يترك نوع من أنواع الأذى إلا آذاه به أعداء الله جل جلاله، ولكنه كان صبورا على كل ذلك، حليما رؤوفا رحيما كما وصفه الله بذلك. وقد كان يوما يقسم قسمة فجاء رجل من المتنطعين فقال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا رسول الله. فقال ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابتسم وقال رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أوذي بأنواع الأذى في أهله، فاتهمت حبيبته من نسائه وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وهي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وقد اختارها الله قبل مولدها لهذا المكان الشريف، وأنزل فيها الوحي من فوق سبع سماوات، وطهرها وطهر آل بيتها. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى مع أخواتها من أمهات المؤمنين، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قالت هي أم المؤمنين رضي الله عنها، لقد وعدني الله بالمغفرة والرزق الكريم، أما الرزق الكريم فقد نلته، وأما المغفرة فأنا أرجوها. وقد حقق الله لها رجاءها، فإن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ورثة الأنبياء لا بد أن ينالوا شيئا مما ناله الأنبياء، وإذا لم ينالوا ذلك فليعلموا أنهم ضيعوا الطريق، فإنما هي معالم على طريق الرسل. ولا بد أن نتذكر جميعا ما أوذي به موسى، حتى قال لبني إسرائيل يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وما أوذي به عيسى، تألب عليه بنو إسرائيل وحاولوا قتله وصلبه فرفعه الله إليه، وما أوذي به إبراهيم الخليل حين تألب عليه قومه ورموه في النار فأنقذه الله وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك ما تعرض له سائر الرسل الكرام
فإن الله لم يرسل رسولا في أمة إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. جميع الرسل يكذبهم المترفون من قومهم ويجعل الله لهم أعداء من المجرمين في بلادهم فيبحثون عن زلاتهم وأخطائهم وينسبون إليهم ما لم يقولوه وما لم يقعوا فيه. وقد سلطهم الله على أنفسهم ليظهر فضائل الرسل الكرام، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. وكذلك حال ورثة الرسل في كل عصر وجيل، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين تعرض لأعراضهم ولأنفسهم كثير من المعاصرين لهم، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما صبروا. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. وكذلك إخوانهم من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه تعرضوا لهذه المقالات، وكذلك التابعون من بعدهم وكذابهم في كل جيل. وقد سمعتم وقرأتم في التاريخ ما قيل في إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس، وما قيل في إمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وما تعرض له من الأذى والجلد والضرب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما تعرض له إمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكذلك ما تعرض له إمامنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من الذين تعرضوا لألسنة الناس وأذيتهم، فما زادهم ذلك إلا رفعة ومجدا، وما نقص ذلك من قدرهم عند الله ولا عند خلقه، وإنها سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء والتمحيص، يرفع بها أقواما درجات فينالون بها أجورا لم يعملوها، ويكسبون بها حسنات لم يصلوا إليها، ولكن الله كتبها لهم، فيتكلم فيهم أقوام فيأخذون من حسناتهم، ويحمل أولئك الأقوام من سيئات ورثة الأنبياء، فيتطهر هذه الأعراض الطاهرة وتطهر هذه الأجساد كذلك، فما اقتربت من الذنوب والسيئات يحمله أولئك الذين يتكلمون فيهم، مع أنهم يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، يهدون الناس ويبلغونهم رسالات الله ويحيون موات قلوبهم بنور الله ويدلونهم على طريق الحق وعلى الله ويرشدونهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصححون عقائدهم وعقودهم وإيمانهم، يعلمونهم ما جهلوا ويذكرونهم إذا نسوا ويرشدونهم إذا غفلوا، ويقفون معهم في أزماتهم ومشكلاتهم، يصلون على جنائزهم، يعزونهم، يدعون لهم، يقومون بشؤونهم وأمورهم، ومع ذلك يتعرضون لهم بهذا القذف وهذا الأذى. فقد صدق أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى في قوله فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. وإن الذين ابتلوا بالوقيعة في العلماء والدعاة والصالحين قد أظهر الله سريرتهم بذلك، فما يبطنونه لا بد أن يكشفه الله ويظهره، كما قال سبحانه وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيخرج أضغانهم كما تعهد بذلك في المنافقين من قبلهم، وبهذا تكشف سرائرهم ويرفع الله عنهم ستره ويفضحهم حين يتكلمون في خيرة عصرهم، وفي من لو سئل أهل زمانهم عمن يدينون بما يخبر به وما يقوله لما عدلوا عنهم. فلهذا
لا تغتروا يا إخواني بكلام المتكلمين وتنطع المتنطعين، فإنهم لا ينجو منهم أحد، ومن حكمة الله فيهم أن الله يكشف عنهم الستر بتسليطهم على غيرهم، فيحجب عنهم عيوب أنفسهم ويريهم عيوب الآخرين. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد قال الحكماء: إن أنصف بيت قالته العرب قول الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من النوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. وإن ورثة الأنبياء عليهم أن يتحملوا وأن يصبروا وأن يحلموا، فهذا حظهم ونصيبهم من ميراث الرسل. عليهم أن يقتدوا برسول الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام، وأن يأخذوا بسنتهم وهديهم. ولهذا فإن علماءنا الكرام في كل عصر وجيل لم نر منهم مؤاخذة لأحد. وكان مالك رحمه الله يقول: والله ما رفع عني صوت إلا غفرت لأبي جعفر لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: والله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للخليفة. الخليفة الذي يعذبه ويحبسه ويجلده، لو كانت له دعوة مستجابة واحدة لصرفها لصلاح الخليفة، لأنه إذا صلح صلحت به الأمة. إن هذا هو الحلم والأنات الذي امتدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وهو أشج عبد القيس عندما أتاه، فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وجعلني وإياكم من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الهدي المستقيم في هذه الحياة هو الدليل على الصراط المستقيم يوم القيامة، فمن سلك هذا الطريق المستقيم وصبر عليه ورزقه الله الاستقامة عليه سيثبته الله على الصراط الأخروي يوم القيامة. وقد قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: إن علامات هذا الصراط ثلاث: أولها التسليم لله جل جلاله في الأمر كله، أن يستسلم الإنسان لأمر الله وحكمه، فيكون مستسلما لشرعه في أحكامه منقادا لها، مستسلما لقضائه وقدره في باطنه راضيا بما كتب عليه. وثانيها هو الاقتداء برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله اقتداء كاملا في أقواله وأفعاله وفي سلوكه وفي عبادته وهديه وأخلاقه. والثالث الأكل من الحلال. والمقصود بذلك أن الإنسان إذا أكل من الحرام فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وإذا أكل من الحلال فسيوفق لصرفه في الحلال. والحلال بين والحرام بين، بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد الإنسان أن يكون رزقه من حلال وأن لا ينبت لحمه إلا من حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للطاعات ويهديه إلى سبيل الهدايات ويثبته على الطريق المستقيم حتى يلقاه. ولهذا فإن أهل كل زمان مطالبون بالبحث عن الحلال، وقد قال أهل العلم: لا ينقطع الحلال حتى تقوم الساعة. فما من بلد
إلا ويرزق الله أهله من الحلال ويجعل لهم موارد لا غبار عليها ولا شبهة فيها إلى يوم القيامة. وهذا الحلال يقتضي من الإنسان التعبد به، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وبين له ما أوجب الله عليه من ذلك وما حرم عليه، فقال له إذا أديت المكتوبات، مكتوبات الصلوات المفروضة، إذا أديت المكتوبات وتركت الحرام واستحللت الحلال، قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فإن الإنسان إذا استحل ما أحل الله واشتغل بذلك عما حرم الله واستغنى به عنه ورضي بما قدر الله له وما كتب له، فإن ذلك علامة من علامات التوفيق وبرهان على سلوك الطريق. ومن هداه الله سبحانه وتعالى للحلال فإنه سيكون قنوعا بما ينال، ومن صرف الله وجهه عن الحلال فإنه سيتعلق بما لا ينال أبدا، وتبقى نفسه مشغولة بالأطماع وهو يتتبعها إلى أن يقطع الأجل كل أمل، وحينئذ سيندم على ما ضيع من الأوقات في غمرة التطلب لما لا يناله. فالإنسان لا تنفك نفسه تعده بأنه سينال ما لم يكن ليناله، ولا تنفك توعده كذلك بخطر لم يكن ليصل إليه، ولكنه إذا آمن بقضاء الله وقدره ورضي بما كتب له وقنع بما رزقه الله ولم يتطلب رزقا إلا من الحلال، فأخذ المال من حله ووضعه في محله وجعل محله في يده لا في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى سيحبه لأنه قد رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وزهد فيما عند الناس فيحبه الناس أيضا. والحلال البين يقتضي من الإنسان التعلم أولا، أن يتعلم ما أحل الله وما حرم، فمن لا يسأل عن حكم ولا يبحث عنه إلا بعد الوقوع لا يمكن أن يكون من ملتمس الحلال. وإن كثيرا من الملتزمين مع الأسف يذهبون فيجتهدون وليسوا مؤهلين للاجتهاد، فإذا وقعوا في نازلة جاءوا يسألون عنها: هل ما فعلته حلال أو حرام؟ هل ما حسته حلال أو حرام؟ وهذا ليس وقت السؤال الصواب. وقت السؤال الصواب أن تسأل قبل أن تقدم على الفعل، فإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الأمة لها حقوق عليكم، فهذه الأمة التي أنتم منها هي منكوبة في هذا الزمان، جراحها نازفة، ما من بلد من بلدانها إلا وفيه من المصائب ما يشيب له الولدان. وأنتم تسمعون ما أعد أعداء الله في هذه الأيام من الخطط لتفتيت هذه الأمة وتقسيمها، وتشاهدون ما يفعلونه من إحراق بلادها، فحلبوا من بلاد الشام الأرض المباركة التي بذل أهلها وضحوا في سبيل هذا الدين وحملوا لواءه، هذه البلدة يحرقها أعداء الله اليوم ويريدون أن يجعلوها أرضا محروقة يقضون على كل ما فيها. ففي هذا اليوم الذي نحن فيه بيوت من بيوتها هي قبور لأهلها، قد هدمت فوق رؤوسهم رجالا ونساء وأطفالا كبارا وصغارا، وكذلك ما نشاهده في الموصل في أرض الرافدين المباركة التي كانت عاصمة الإسلام وبذل أهلها في سبيل نشره ونصره ما بذلوا، فإن أعداء الإسلام قد تألبوا عليها وأحدثوا فيها ما ترون من التطرف بجانبيه من الطائفية المقيتة العنصرية، ومن التطرف غير المنتظم بنطاق الدين وغير المنطلق منه، ومن التمكين لأعداء الله والاستعانة بالكفرة من أعداء الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فحصل ما حصل من الويل والثبور على سكان أرض الرافدين، وهكذا ما ترون في بلاد الإيمان والحكمة والفقه
في اليمن الذي هو الرأس، وقد نوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهله، وقال: يقدم عليكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأصفى أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ترون المؤامرة العظيمة عليهم لإخراجهم من ديارهم وتقسيمها وإحراق الأخضر واليابس فيها، وترون المؤامرات على بلاد الحرمين الشريفين بقية مقدسات المسلمين بعد المسجد الأقصى، وما ذلك إلا جروح نازفة في جسم هذه الأمة. ولا بد لمن هو منتسب لهذه الأمة أن يحقق الانتساب إليها، وأن يهتم بشؤونها وأمورها، وأن يبذل ما يستطيعه لحماية مقدساتها وحماية أفرادها وشعبها، ومن لم تأخذه الغيرة على هذه الأمة فليس منها، ولا يمكن أن يحشر معها عندما ترد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وبين أن صلاتكم معروضة عليه، وقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسلمين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي بنغلاديش وفي طاجيكستان وفي غيرها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واحقن دماءهم وفك أسراهم واجمع شملهم ومكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك. اللهم أعد إليهم شرعيتهم وشريعتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هموم المسلمين، وأن تنفس كروبهم، وأن تخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اخلفه في أمته بخير، وأقر عينه بنصرة هذا الدين وناصريه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك إله الحق على أعداء دينك. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عاجل عقوبتك وسريع أخذك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح همتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين،
وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المرابطين في الثغور، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على أعدائهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وهؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم. بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلمات كالضياء تجل عن القلب الحزن. بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصول